كما نؤكد على أهمية مواصلة ضخ الاستثمارات في الطاقة الفورية والتنامي عالميا، وأهمية طمأنة المستثمرين بأن السياسات التي يتم تبنيها لا تشكل تهديدا لاستثماراتهم بتلافي امتناع عمل الاستثمار وضمان عدم حدوث نقص بدل الطاقة من شأنه يؤثر على الاقتصاد العالمي. ستقوم المملكة بدورها في هذا المجال حيث أنها أعلنت زيادة مستوى طاقتها مليون بالمئة يوميا، وبعد ذلك لن يكون الطاقة التي نشدها يطلب تبني رؤية وأولويات لتحقيق التعامل والاستقرار والازدهار وتركز على احترام المتبادل بين الدول والمنطقة وتوثق الأوصاف الثقافية والاجتماعية المشتركة ومجابهة التحديات الأمنية والسياسية نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة. وندعو إيران باعتبارها دولة جارة يربطها بشعبها روابط دينية وثقافية إلى التعاون مع دول المنطقة من خلال التزامن مع الشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفع التزاماتها في هذا الشأن.